اتذكر في شله شليتها قبل كم يوم منا داخل خلف الكواليس. الله ايش يقول؟ رح بيني وبين صاحبي واقفة احوال يا من يدير الصلح وعطيها ما تملك يديني من المال واجعل مقره بين جفني دررن يا لهون العود ولا يا مجارير الربابة اختلف من القصيد وضيع الفنان فنه دررن حلم مدري علم مدري نوض برق في سحابة دررن حلم مدري علم مدري نوض برق في سحابة أثرها طلع جبيره يمزح الليل عنا أقبلت مثل الفرس لا سمعت طلول الحجابة نكتفيها ليل أسود والنجوم يفرقنا النهار مر ويعدي وليله في عقابه النحر صبح تجلى والجدايل كانها النادر يا وجودي وجد عاد لا عيال ولا قرابه يا وجودي وجد عاد لا عيال ولا قرابه ما جزاه الله يونه يردف الونه بونه غرت اخذ راس سنين وراح عمره ما درابه غرت اخذ راس سنين وراح عمره ما درابه اجدا لا يونه يردف الونه أقبلت مثل الفرس لا سمعت صبور الحراب واكتفيها ليل أسود والنجوم يفرقنا شو يقول فيها اكتفيها ليل أسود والنجوم يفرقنا اكتفيها ليل الله يا أبو جابر اكتر الخاطر ما شو يقول عليهم ومن هو تبغى يمشي روح يا ولد أسرع وجودي